مساء الخير. العدل أساس الملك، على هذه القاعدة الشهيرة تسير خطى مملكة البحرين في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويتجلى ذلك في الاهتمام بالقطاع العدلي وتطويره، سواء عبر سن التشريعات اللي تحافظ على حقوق المواطن وصالحه، أو من خلال تحقيق الإنجازات في هذا الشأن. القضاء العادل النزيه هو النهج اللي تسير عليه المملكة وفق أسس متينة أسسها ديننا الإسلامي وعقيدتنا الحقة، فضمنت بذلك حقوق الإنسان وساد الأمن والأمان، علشان تكون مدرسة للعالم في هذا المجال. حياكم الله في الرأي. مشاهدينا، راح نستعرض معاكم عناوين حلقتنا لليوم، وفي فقرتنا الأولى راح نتناول موضوع النفط والغاز، شريانان مهمان لدفع عجلة التنمية. وفي الفقرة الثانية راح نتناول موضوع الرؤية الملكية وترسيخها في القطاع العدلي. أما الفقرة الثالثة راح نتناول موضوع هيئة البحرين للثقافة والمحافظة على التراث الإنساني. وفي فقرة السوشيال ميديا بنرصد فرحة وطن بعد مباراة يوم أمس. تماشياً مع الرؤية الملكية للارتقاء بالقطاع العدلي وبكل ما يشمله من خدمات في سبيل تحقيق مصالح المتقاضين وحمايتهم، تلك الجهود اللي تبذل لتحقيق الاستقرار المجتمعي من خلال نص تشريعات بالتعاون مع الجهات المعنية اللي تخدم المواطن وتحفظ حقه في دولة القانون، واللي تسعى السلطة القضائية من خلال جهودهم الحثيثة لترسيخ أركان العدالة وحفظ الحقوق والحريات. يأتي الاهتمام بهذا القطاع في كل المحاور اللي إن شاء الله راح نتناولها. خلونا نتابع هذا التقرير. حضور كريم، إن مرحلة العمل المقبلة بآمالها وتطلعاتها تستدعي منا جميعاً حماية أركان دولة القانون وإرساء سيادته بالاستمرار في الارتقاء بقطاع العدالة بمؤسساته وخدماته وإجراءاته لحماية مصالح المتقاضين، هذا فضلاً عن مواصلة الجهود في تطوير التشريعات التي تعزز حقوق المواطنين. ونشير هنا بشكل خاص إلى القانون الصادر بشأن العقوبات والتدابير البديلة التي يجوز للقاضي أن يأمر بها بدلاً من العقوبة الأصلية، ونوجه بضرورة تعاون كافة الجهات المعنية بتطبيق نصوصه المرسخة للاستقرار المجتمعي والهادفة إلى مراعاة ظروف المحكومين بمنحهم سبل استئناف دورهم الإيجابي في المجتمع. وأتوجه هنا بالشكر الجزيل للسلطة القضائية والقائمين عليها على جهودهم المباركة والحثيثة لترسيخ أركان العدالة وحفظ الحقوق والحريات.
حياكم الله من جديد مشاهدينا حول إنجازات القطاع العدلي وسهاماته والتطور الملحوظ اللي شهده. معنا في الاستوديو رئيس محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأستاذ إبراهيم سلطان الزايد. حياك الله أستاذ. الله يحييك. يسلمك يا مرحبا. يسلمك. قطاع العدلي طبعا لابد أن هناك في استراتيجية للارتقاء طبعا بهذا القطاع ومؤسساته لحماية طبعا مصالح وحقوق المتقاضين. خلنا نتكلم عن هذا الجانب. بداية يطيب لي أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أسمى آيات الشكر والعرفان على تلك الإشادة الملكية التي فعلا من خلال تلك الإشادة أدخلت السرور والبهجة في قلوبنا. لا تتصورين مدى الفرحة بتلك الإشادة التي توجت فعلا إنجازاتنا خلال الأعوام التي فعلا قمنا بالعمل بكل جد واجتهاد. نعم. لإنتاج تلك الأحكام ولخدمة العدالة. نعم. أنتقل إلى الاستراتيجية التي فعلا يعني المجلس الأعلى للقضاء يسلط الضوء على خدمة المتقاضين بكل ما أوتي من قوة حتى فعلا نقوم بسرعة البت في القضايا. نعم. وكذلك لتقصير الطريق على المتقاضين بكل ما نقدر من قوة، بكل ما نقدر من إمكانيات. إمكانياتنا التكنولوجية اليوم تغيرنا في القطاع العدلي، اليوم أصبحنا وطورنا، اليوم أصبح لدينا الإشراف القضائي. سعادة المستشار مع المستشار عبد الله بن حسن البعينين والمجلس الأعلى للقضاء يقوم ليلا نهارا فعلا بالعمل على تلك الاستراتيجية والعمل على الآليات التي فعلا من خلالها يقوم بتقصير المدة التي تعيشها الدعوة سواء المدنية أو الجنائية أو الإدارية حتى تظهر بسرعة ونقوم بالفصل في القضايا بأسرع وقت ممكن. جميل. خلنا نوقف أستاذ عن نقطة طورنا، كيف ممكن يتم تطوير الخدمات طبعا بما يكفي الحقوق وحماية طبعا مصالح المتقاضين؟ شو اللي قدمت، شو اللي طورته بالضبط؟ التطوير بصراحة كلمة كبيرة ليس صغيرة. نعم. وأمانة نحن نعمل ليلا نهار لترجمة هذه الكلمة إلى واقع. نعم. من خلال إنشاء مثلا الإشراف القضائي، اليوم عندنا شيء يسمى الإشراف القضائي فهو يشرف إداريا على القاضي لسرعة الفصل في الدعوة. اليوم عندنا الدعوة المدنية لها عمر محدد، إن بدل ما كانت تتم عندنا اليوم لا، قصرت المدة لمدة 3 شهور، لمدة 6 شهور حسب نوع الدعوة اللي موجودة عندنا. أصبح هناك رقابة. نعم. أكثر على مثلا التأجيلات التي يقوم القاضي بالتأجيل لها. لماذا هذا التأجيل؟ إذا تكرر ذلك التأجيل فالمحكمة والقاضي مسؤولون عن ذلك التأجيل، فلا يجوز تأجيل الدعوة لذات السبب مرتين مثلا. كذلك أيضا يعني مثل ما تقولين مد الأجل في القضايا إن كان ليس هناك له سبب. نعم. فأيضا القاضي مسائل، تم تفعيل التفتيش القضائي بشكل أوسع، تم استخدام اليوم التكنولوجيا الحديثة. قبل كنا ناخذ الملفات شكبرها معانا، اليوم لا، اليوم أصبحت الملفات إلكترونية أمامنا، أصبحنا نستخدم الجهاز حتى نترجم ذلك. المعلومة. نعم. طيب أستاذ، شنو هي أبرز الحقوق اللي تحرص السلطة القضائية لتحقيقها بالنسبة طبعا للمتقاضي؟ أمانة هي كثيرة، لكن أريد أن أختصرها. سرعة الفصل في الدعاوي هو هدف نريد الوصول إليه. قصر مدة التقاضي هو من الأهداف أيضا الارتقاء بالسلطة القضائية. كذلك خدمة المتقاضين من خلال بوابة البوابة الإلكترونية للحكومة الإلكترونية. نعم. بالاستعلام عن دعوات، بالاستعلام عن ملف التنفيذ، بالاستعلام عن التأجيلات، بالاستعلام عن التواريخ، فكل ذلك نريد خدمة المتقاضين بالوصول إلى أفضل طريقة وأفضل مثل ما نقول معلومة تصل إلى المتقاضين بأسهل طريقة. من يوم يعني بدل ما تيجي المحكمة، بدل ما تعرف، وتستطيع أن تتابع ذلك الدعوة من خلال الجهاز ومن خلال، فتلك أبرز الأشياء التي فعلا نحرص عليها. أيضا هناك برامج
مثل برنامج قضاة المستقبل الذي طرح مؤخرا واللي أنتم تسمعون عنه والذي ينتج قضاة فعلا مميزين يمتازون بالكفاءة ويمتازون أيضا بالعلم والمعرفة حتى فعلا نثري قضاءنا بالكفاءات المطلوبة. نعم، تسعون دائما لحماية حقوق طبعا المتقاضين. نعم. هل هناك إجراءات قضائية تتبع من أجل حماية حقوقهم؟ طبعا القانون والدستور قبل القانون كفل فعلا حمايتهم. نعم. سواء في المحاكم الجنائية، سواء كان في المحاكم المدنية. نعم. أو غيرها من المحاكم. اليوم نحن نسعى بكل ما أوتينا من قوة أن نقوم بتطبيق تلك القوانين. نعم. وترجمتها إلى أفعال. نحن نحرص تمام الحرص على وجود القواعد المحاكمة العادلة. نعم. في محاكماتنا. أيضا إعطاء الفرصة للمتقاضين لتقديم دفوعهم، أيضا نحاول قدر الإمكان أن نطبق أرقى الممارسات القضائية سواء الذي تعلمناها خارج البحرين. اليوم المجلس الأعلى للقضاء يحرص تمام الحرص على تدريب القضاة تدريبا مكثفا حتى يتواكب مع التطورات. صحيح. التي تحدث في العالم كله. أيضا قوانيننا اليوم تشهد تغيرات وطفرات فعلا. صحيح. نستطيع من خلالها الوصول إلى أحسن الممارسات القضائية وأفضلها. صحيح. لننتج فعلا قضاء عادلا نزيها مستقلا. صحيح. هناك إشادة واسعة في قانون العقوبات البديلة، يعني هي خلينا نقول هو جانب إنساني تشكرون طبعا عليه. لو نتكلم عن التعاون الحاصل بين القطاع الخاص وبين أيضا بينكم طبعا، شنو هي أو شنو راح تكون طبيعة القرارات الصادرة فيما يخص هذا المجال أو فيما يخص هذا التعاون الحاصل بينكم بين القطاع الخاص؟ قانون التدابير البديلة هو قفزة أمانة، قفزة. صحيح. وفي نفس الوقت هو من أرقى القوانين العالمية. صحيح. التي من خلالها نحن نمارس أن يكون ذلك المتقاضين وتلك العقوبات تكون بديلة. نعم. وفرصة أخرى للمحكوم عليه حتى يبتدي حياته مرة أخرى. أريد أن أقول بأن اليوم القطاع العام فتح أيديه وفعلا استقبل ذلك. اليوم الدعوة مفتوحة أمام القطاع الخاص. اليوم نحن نقول سوف نزودكم. نعم. لتعطوا فرصة آخرة للمحكوم عليه. اليوم يعني أريد أن أقول كلمة ومهمة. الخطورة الإجرامية هي المعيار الذي لدينا إحنا كقضاة. نعم. لتطبيق ذلك القانون. لن أأتي بمجرم خطيرا وأزوده للقطاع الخاص. صحيح. لا، أنا اليوم سوف أعطي من يستحق ذلك الاستبدال، سوف أعطيه ليبدي حياته من جديد. نعم. فالقطاع الخاص اليوم نوعده بأن احنا سوف نزوده بالأشخاص الذين فعلا يتمنون أن يحصلوا على الفرصة الثانية حتى يبتدوا حياتهم من جديد، حتى فعلا يكونون أشخاص فاعلين في المجتمع ويستطيعون أن يكفروا عن ذنبهم الذي اقترفوا. فهذا يعني المفروض اليوم نحن. صحيح. وزارة العدل وأيضا النيابة العامة والكل متكاتف. صحيح. حتى نقوم بتنفيذ ذلك القانون بالطريقة الصحيحة. صحيح. دعوة جلالة الملك نقوم بتنفيذ ذلك القانون بالشكل السليم والشكل الصحيح. ونحن أكرر بأن خطورة المتهم أو خطورة المحكوم عليه هي المعيار الذي يجعلنا أن نوقف تلك العقوبة أو نقوم باستبدالها أو نقوم باستمرار حبسه. نعم. شنو هي العقوبات أو الموانع اللي تمنع من تطبيق عقوبات البديلة طبعا في بعض الحالات مثل ما ذكرت؟ يعني في حالات ممكن أن تطبق وفي بعض الحالات لا يمكن أن تطبق. خلنا نتكلم بتوضيح أكثر للسادة المشاهدين. العقوبات البديلة المنصوص عليها في قانون العقوبات البديلة هي محددة قانونا. وإن نستطيع اليوم أن نستبدل الحبس مثلا من 10 أيام إلى 5 سنوات عن طريق المحكمة الموضوع. نعم. بالعمل في مثلا العمل اليدوي. نعم. أو نأخذ عليه تعهد أو بالحضور في دورات تدريبية وغيرها من الأمور التي ممكن. اليوم عندنا الأسويرة الإلكترونية. يمكن الناس يعني يشوفونها في بعض المسلسلات أو الأفلام الأجنبية، اليوم موجودة في البحرين. شنو هي؟ وقد طبقت الأسويرة. يقومون بوضع أسويرة للمحكوم عليه حتى نرى تحركاته ونرى سلوكه وغيره. هذا مطبق عندنا في البحرين. البرامج التأهيلية
هناك من الأشخاص من ندخلهم في برامج تأهيلية حتى ممكن أن نوظفهم مرة أخرى في المجتمع بالطريقة المناسبة. اليوم كل هذه موجود تحت يدنا، واليوم كل هذه سواء لمحكمة الموضوع وسواء لقاضي تنفيذ العقاب أن يتخذ ما لا يجاوز السنة طبعا إذا حكم على الشخص، أو محكمة الموضوع بإمكانها أن تطبق ذلك، بإمكانها أن تطبق أيضا الإقامة الجبرية كما نعرف من خلال ذلك القانون. لذلك فاليوم هذا القانون أصبح لنا مفتوح، أصبح اليوم للمؤسسة العقابية أن تتقدم بالطلب إلى القاضي أو المحكمة أو قاضي تنفيذ العقاب لاستبدال ما تبقى من العقوبة إن أمضى نصف العقوبة، وإن كان لا يشكل خطرا على المجتمع، وإن كان حسن السيرة والسلوك في وجوده في المؤسسة العقابية. لذلك كل هذا يلعب دورا في فعلا إخراط مرة أخرى المحكوم عليه في المجتمع ليكون إنسانا صالحا وفعالا. أستاذ، ذكرت في بداية حديثك مع التطور الحاصل في المجال التقني والتكنولوجي يمكن ساهم في كثير من الأمور وتسهيل طبعا كثير من العمليات. صحيح. كيف راح يتم تطبيق أو الاستفادة من هذا التطور التقني والتكنولوجي في مجال المحاكمات الجنائية؟ هل هناك في قانون معين راح يتم تطبيقه في هذا الشأن؟ أمانة وزارة العدل ممثلة في معالي الشيخ خالد بن علي قد أصدر قرارا، بموجب هذا القرار أصبحنا نستخدم الأجهزة الإلكترونية بدلا من نظرنا في الملفات القضائية. أصبح هناك سكان لجميع القضايا الجنائية والجنايات بالذات، وتنتقل إلى محكمة الاستئناف وتكون الشاشات منظورة أمامنا، وبالتالي نكون سهل نقل المعلومات وسهل الاطلاع عليها. اليوم أمانة يعني التطور هذا شيء يفرض نفسه علينا. صحيح. واليوم يجب أن نتطور اليوم حتى نواكب جميع الأشياء الجديدة، جميع الأشياء التي فعلا نستفيد منها. نحن نوظف التكنولوجيا الحديثة في خدمة العدالة. اليوم أحكامنا تكتب من خلال الأجهزة، اليوم نقوم بتطبيق الجهاز ونقوم بكتابة أحكامنا من خلال الأجهزة الإلكترونية. اطلاعنا على الملفات، اطلاعنا على المستندات، اطلاعنا يكون حتى في الجلسة أمامنا كلها من خلال الأجهزة الإلكترونية. جميل. أستاذ، شنو هي التشريعات القادمة للمحاكم أو في محاكم التمييز اليوم؟ طبعا اليوم عندنا إن شاء الله بإذن الله سوف يقدم قانونا إلى السلطة التشريعية. هذا القانون متطور جدا، طبعا يحافظ على ضمانات المتهم، مثلا في الحضور، مثلا ممكن أن يكون المتهم موجودا أو يكون المحكوم عليه موجودا في محبسة وينقل لنا عن طريق الصورة والصوت إلى قاعات المحكمة، وهذه أسوة بكثير من الدول في الولايات المتحدة أو بريطانيا يستخدم هذا. اليوم نحن التشريعات التي سوف تصدر حديثا بإذن الله سوف تعالج ذلك الشيء، فلن نحتاج إلى حضور المتهم، بل سوف يسمعنا ونسمعه، نراه ويرانا، ونستطيع أن نحادثه ويحادثنا من خلال القنوات التلفزيونية، وهذا طفرة كبيرة من خلال ذلك. أيضا هناك تعديل لبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية بما يخدم العدالة ويخفف أيضا على المحاكم ويعطي سلطة أكبر للنيابة العامة في بعض الأمور الأوامر الجنائية وغيرها من الأمور التي فعلا تساعدنا للوصول إلى عدالة ناجزة سريعة، أعتقد بأن يعني نتمنى الوصول إليها بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. خلنا ننتقل إلى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال. نبي نتعرف على جهودكم المبذولة لحماية طبعا حقوقهم. هل هناك في تشريعات معينة في هذا المجال؟ طبعا هناك تشريعات جديدة كما تعلمون وهي متطورة جدا. قانون الأحداث اللي عندنا قانون أيضا متطور يحافظ على الحدث ونتخذ التدابير وليس العقوبات بالنسبة للحدث. الحدث وضعه تحت الاختبار القضائي لمدة سنة أو كتابة التقارير عن ما بين فترة وأخرى. اليوم نحن سوف ننتقل بموجب التشريع الجديد لتكون المحكمة مختصة أكثر بالحدث. سوف يكون لها السلطة التقديرية في اتخاذ التدابير المناسبة بالنسبة للأحداث أكبر وأفضل وأحسن. اليوم نحن بانتظار هذا التشريع بفارق الصبر لتكون المحكمة المختصة هي من المحاكم المتخصصة الكبيرة التي
يعني نعالج العوار اللي موجود في قانوننا القديم بقوانين حديثة نضاهي فيها باقي الدول التي تطبق القانون. اليوم هذا النشأ أو هذه الأطفال هم يعني هم نواة المجتمع اليوم. صحيح. كأطفال بكرة بيكونون هم عماد المجتمع، فلذلك اليوم نحن نحافظ على الحدث ونتخذ كافة التدابير حتى نحميه من الجريمة وارتكاب الجرم. صحيح صحيح. قبل ما نختم في سؤال، يعني حابين نتعرف على أوجه التعاون الحاصل بين المجلس الأعلى للقضاء وبين الجهات الأخرى اللي طبعا تطبق قانون العقوبات البديلة. طبعا المجلس الأعلى للقضاء يبذل الجهد الكبير فعلا لتطبيق قانون التدابير البديلة. نعم. وفعلا قامت النيابة العامة ممثلة في سعادة النائب العام دكتور علي بن فضل البعينين. نعم. في إقامة المؤتمرات، حضرنا يوم الأحد والأثنين المؤتمر الذي عالج الآليات التي من خلالها لحقوق الإنسان التي من خلالها استعرضنا قانون العقوبات البديلة وكيف تطبيقاته. نعم. كذلك أيضا الندوة التي أقيمت في مركز الدراسات القضائية والتي نحن كقضاء خضعنا إلى التدريب. نعم. سواء داخل البحرين من خلال المعهد أو خارج البحرين. لنكون مستعدين لتطبيق هذا القانون. اليوم نحن مستعدين تمام الاستعداد لفعلا اتخاذ القرارات المناسبة بهذا القانون. وكيف سوف يخدم اليوم المجلس الأعلى للقضاء يحاول، وكذلك وزارة العدل ممثلة في وزيرها معالي الشيخ خالد، نحاول قدر الإمكان أن نستعرض تلك التجربة وأن نقنع القطاع الخاص للمشاركة معنا في إنجاح وإعطاء الفرصة للمحكوم عليهم للانخراط مرة أخرى في المجتمع. نعم. وأن يكونوا مواطنين صالحين. الخطأ اللي يرتكبه قد يكون خطأ بسيطا وقد يسقط فيه الكل، كما لو كانت مثلا جنحة قتل خطأ أو إصابة خطأ أو إلى آخره، وكان الحكم حبسا. فهل يجازى بأن يشرك مع آخرين؟ يمكن أن أنا بحصل على متهم أو يعني محكوم عليه لما خلطه مع يعني آخرين سوف ينتج لي مجرم آخر، يعني إنما عقوبته أو جريمته لا تؤهله إلى ذلك. فأعطاء الفرصة الأخرى وأعطاء وتكليفه بعقوبات بديلة سوف يكون الأفضل والأحسن بلا شك. أستاذ إبراهيم، أمام كل هذه الجهود طبعا تستحقون الإشادة، وإشادة من طبعا سيدي جلالة الملك هي إشادة عظيمة أكيد، يعني مقارنة أو مقابلة لما تقدمونه طبعا من جهود مبذولة تشكرون عليها. أنا أشكرك جزيل الشكر على طبعا كل ما قدمته. شكرا. ويعطيكم إن شاء الله ألف عافية. شكرا أستاذة. شكرا شكرا. شاهدينا بالفعل يعني مثل ما شفته وسمعته، يعني هذه الجهود اللي تكلمنا عنها في مجال طبعا القطاع العدلي حقيقة يعني هي مدعاة للتقدير والاهتمام والفخر كذلك. مملكة البحرين تبذل يمكن جهد كبير في مجال سن وتشريع القوانين اللي أكيد تتماشى مع قوانين حقوق الإنسان بأسس دولية معتمدة. هذه دليل طبعا على وعي وإدراك كبير بأهمية هذا القطاع. وطبعا احنا نشكر أكيد جهود كل العاملين في مجال القطاع العدلي. خلونا نطلع فاصل وبنرجع نكمل وياكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا في مواصلة لجهود الحفاظ على التراث الثقافي والعمراني لمملكة البحرين. تقود هيئة البحرين للثقافة والآثار برئاسة معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة استراتيجية إحياء المدن القديمة. هذه المبادرة المميزة اللي تستحق الإشادة، وذلك بالتعاون مع جهات عديدة منها طبعا الرسمية ومنها الأهلية. تحدثنا طبعا أو راح تحدثنا عن هذه الاستراتيجية الدكتورة شادية طقان مدير المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في المنامة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا بك. شكرا للاستضافة. دكتورة، هناك في توجه طبعا دولي وعالمي في المحافظة على المناطق التراثية والأحياء القديمة،
مملكة البحرين طبعاً واكبت طبعاً هذا التوجه ونافست كذلك العديد من الدول في سبيل المحافظة على المناطق الأثرية. خلنا نتكلم طبعاً على هذا الجانب، وفي طبعاً في هذا السياق أن البحرين طبقت المعايير الدولية فيما يخص هذا الجانب. هذا واضح، شكراً. يعني مقدمة يعني لمت بمعظم الجوانب الموضوع. الحقيقة البحرين سباقة على العديد من الدول اللي يمكن تكون أكبر حجماً أو فيها ميزات أخرى، ولكن التراث البحريني وبالذات المواقع المراكز التاريخية في قلب المنامة وفي المحرق وغيرها من مواقع التراث الموجودة في البحرين والمعترف فيها دولياً ومسجلة على إحدى التراث العالمي، كله بجهود مملكة البحرين وبالخصوص يعني معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة وهي الوزيرة المسؤولة عن هيئة الثقافة، وقد قدمت الكثير وقامت هي ممثلة للبحرين بإعطاء نموذج رائع هي يحتذى به ويعترف فيه دوليا، بحيث أنها يعني الموضوع ليس فقط هو أن نتبع المعايير الدولية ونتبع القوانين ونتبع الإرشادات التي تأتي من المنظمات الدولية وغيرها، ولكن أن يكون هناك التزام داخلي وشعور بالأهمية للحفاظ على هذا التراث اللي نحن استلمناه من الأجداد، على أن نورثه للأجيال القادمة ليعرف من أين أتى وما هي جذوره وإلى آخره، وأن لا يحرم من هذه الثروة الغنية. المدن التاريخية يعني موجودة في جميع أنحاء العالم، بعضها دمر، بعضها اندثر، بعضها تم إحياؤه بطريقة ربما تكون إلى حد ما غير ماخذ بعين الاعتبار الحياة اللي موجودة فيها. فالطريقة التي تعاملت فيها البحرين مع المحرق مثلا والذي سجلت على لائحة التراث العالمي كامتداد أيضا لطريق اللولو اللي هو موجود على لائحة التراث العالمي كمدينة حية، مدينة تزخر ليس فقط بالمكان ولكن بالذكريات، بالسكان، بالفعاليات، بالنشاطات. وعلى هذا الأساس كان العمل متكامل، بحيث أنه تم الاعتماد على الجانب الرسمي وغير الرسمي، على القطاع الخاص والقطاع العام، على المبادرات الفردية من السكان وإلى آخره. دكتورة، خلينا نوقف عند هذه الجزئية اللي هي إحياء مدينة المحرق. طبعاً معالي الشيخة مي استلمت جائزة نظير هذا المشروع، وهناك أيضاً جوائز تم استلامها من قبل يمكن 5 مشاريع. خلينا نتكلم عن جزئية كيف استحقت مملكة البحرين هذه الجوائز، بحيث أنها طبقت طبعاً المعايير الدولية فيها. الحقيقة مؤخراً عندما حازت مدينة المحرق وإحياء مدينة المحرق على جائزة منظمة الأغا خان، هناك معايير ليس فقط فنية وليس فقط الإتقان في أعمال الترميم وهي أيضاً على مستوى عالي جداً، ولكن أيضاً من هي الجهات التي شاركت في هذه العملية وكيف تم اتخاذ القرارات بالتطويع الوظيفي لبعض المباني التاريخية لاستخدامها لاستعمالات حديثة، مثل مركز الشيخ إبراهيم، مثل مكتبة أطفال، مثل مركز ابحث للعلوم وإلى آخره، وهل هذا يواكب الاحتياجات الحديثة وفي نفس الوقت يعطي حق المحتوى التاريخي من الحفاظ عليه والتعامل معه بطريقة دقيقة، وكذلك من قام أيضا بالمشاركة، وهل كان هناك عملية تدريب وبناء طاقات. فيعني من أهم الأشياء أيضا التي حدثت في عملية إحياء المحرق هي التدريب الكوادر، أن هناك شباب وشابات قاموا بهذا العمل فترك الأثر لأجيال، للجيل الصغير والجيل الصغير غيره، فتجد شباب وصبايا يعملوا في مباني تاريخية قديمة، وهي يدل على اتصال الشاب أو الشابة بهذا الإرث الحضاري، وهذا شيء مهم كثير. فكان عدة معايير حققت
البحرين في مشروع إحياء المحرق كافة هذه المعايير. نعم، توثيق المواقع طبعا هذا مشروع جدا مهم، يتم توثيق طبعا التاريخ، عملية التوثيق أصلا هي محافظة للتراث، محافظة للتاريخ. نعم. خلينا نقف عند مدينة القدس القديمة، يعني أنتم طبعا قمتوا بالاعتناء بهذا الجانب، خلينا نتكلم أكثر دكتورة عن هذا المشروع تحديدا. الحقيقة يعني مدينة القدس بميزاتها طبعا، ميزاتها التاريخية وميزاتها الدينية والروحانية والعمرانية وغيرها، هي مدينة يعني مميزة، ولكن في نفس المجال على أنه حجمها أكبر وتاريخها أقدم، لكن هي أيضا مدينة حية، هي تحتوي على السكان وتحتوي على المدارس وتحتوي على المطاعم وعلى المتاحف وعلى المكتبات، ولا زالت برغم كل الظروف للآن يقوم بحمايتها المنظمات الأهلية برغم الاحتلال، يقوم بحمايتها سكانها وعمالها ومقاولينها والمؤسسات غير الرسمية المتواجدة فيها. نعم. برغم كل شيء، هذا هو نموذج لعملية إحياء، وقد أيضا حصلت على جائزة الأغا خان. نعم. ولكن نأتي أيضا إلى مدن عربية أخرى مثل مدينة تونس كنا في العتيقة أيضا. نعم. هي مدينة حية ولا زالت الآن حية وميزاتها. مدينة فاس، ولكن المثل اللي نحب أن نحتذي فيه سواء في المحرق أو في فاس أو في تونس أو في القدس أو في مدينة الخليل وغيرها، أنه هناك تواصل طبيعي وعضوي ما بين الإنسان والمكان. وما نقوم به يعني في مجالنا، نحن في المركز العربي الإقليمي نتعامل مع يعني 19 دولة عربية للحفاظ ومساعدتهم ودعمهم في الحفاظ على التراث وتطبيق القوانين الدولية. الحقيقة يعني من بدون مبالغة، وليس لأننا في البحرين، ولكن البحرين تعتبر مميزة. صحيح. يعني يعني كبلد صغيرة حجما ولكنها كبيرة قلبا كما يقال عنها. نعم. في المحافل الدولية سجلت 3 مواقع على لائحة التراث العالمي، وهناك 3 مواقع أخرى على الطريق إن شاء الله في فترة قريبة. يعني دكتورة تأكيدا على كلامك، يمكن يعني المنافسة تشتد بين الدول الكبيرة، مملكة البحرين دولة صغيرة ولكن قدمت 3 مواقع، هي صغيرة وفعلها يعني كبير، فعلها كبير. نعم. ودخلت غمار المنافسة وكسبت 3 مواقع، يعني رقم صغر حجمها يعني. نعم. دكتورة خلينا ننتقل إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين ثقافيا، يعني ما أهمية تكاتف جهود الجهات ليتم تحقيق هذه الرؤية؟ طبعا مملكة البحرين لها مكانة كبيرة في المجال الثقافي ولها بصمة واضحة أكيد يعني في على الصعيد طبعا المنطقة العربية وكذلك أكيد العالم، كيف ممكن أن يتم الاهتمام بهذه الجهود المبذولة بينكم وبين الجهات الأخرى؟ الحقيقة هناك تواصل كبير ما بين هيئة الثقافة بصفتها جهة حكومية في البحرين ومركز الإقليمي العربي للتراث العالمي. نعم. الذي ليس صدفة أنه تم اختيار البحرين ليتم إنشاء المركز فيها لتشرف أو تساعد المواقع التراث العالمي في كافة البلاد العربية. نعم. أيضا تقدير لدور البحرين بالنسبة للثقافة وحماية التراث. لكن ما يجب أن نؤكد عليه هنا هو أن العملية الحفاظ وعملية الترميم وعملية الإحياء هي ليست عملية استاتيكية، هي عملية ديناميكية وتنتج بالآخر بعد اقتصادي وتطور اقتصادي واجتماعي وتنموي. وبالتالي عندما يعني يعتقد بعض الناس أن الترميم أو الحماية هي تضر بالاستثمار وتعيق التقدم الاقتصادي، هذه الحقيقة يعني غير دقيقة، لأنه بالعكس يعني إذا كان عندك مواقع تاريخية وقد تم الحفاظ عليها هي تجذب السياحة وتجذب الاستثمار، ولكن يتم الاستثمار حسب المعايير الدولية وليس هناك تناقض. نعم. يعني يكون في قيود يجب أن نتمسك بها لنحافظ على المحتوى التاريخي، لا يعني أن لا نستطيع أن نستخدم هذه المباني وهذا التراث لاستخدامات عصرية كما أثبتت مدينة المحرق ومدن أخرى. يعني في تونس
نقلوا البريد إلى داخل المدينة العتيقة في تونس. نعم. والسكان يقفوا بالطوابير لمعاملات البريدية مثلا. نعم. هناك مدارس هناك إلى آخره. وبالتالي يعني ليس هناك تناقض ونقول يا إما استثمار يا إما حفاظ، بالعكس هي عملية تكاملية. جميل دكتورة، إحياء المدن القديمة أو المدن أو المناطق التراثية يمكن البعض يتخوف بأنها راح تفقد هويتها أو تفقد قيمتها جودتها التراثية، كيف استطاعت مملكة البحرين أن تحافظ على هوية هذه المناطق أو تحافظ على هوية المدن، كيانها، طبيعتها، جودتها وقيمتها؟ الحقيقة أعمال الترميم التي حدثت في المحرق وغيرها من المدن التاريخية التي تم ترميمها والحفاظ عليها وإحيائها، نعم، تمت بعد دراسة وبحث عما كانت عليه سابقا، وتم دراسة المواد التقليدية التي استخدمت فيها والأساليب التقليدية التي اتبعت ليتم بنائها، وبالتالي تم استخدام نفس المواد، فهذا لا يقلل من أهمية ولا من قيمة الفنية أو التراثية لهذه، لكن كونك تستطيع أن تستخدميها لاستخدامات حديثة يكون بطريقة حساسة. أود أن أنوه إلى أنه على مدى مئات السنين في مدن تاريخية كثيرة تغيرت الاستخدامات كثيرا، ولكن بقي المحتوى، لا يعني تغيير الاستخدام صحيح بطريقة حساسة وبطريقة مدروسة لا يعني أنك تفقدي صحيح القيمة التراثية. صحيح. هناك حساسية، وهناك ذكرتي سابقا يمكن بحب أرجع لسؤالك السابق أنه التوثيق، يعني توثيق ما كان سابقا وتوثيق ما نقوم بعمله الآن، لأنه عندما يتم إعادة أو تدوير استخدام هذا المبنى في المستقبل يعود إلى هذا التوثيق، إلى هذه المعلومات ليعرفوا كيف كانت وعلى أي أساس تم بنائها أو تم ترميمها ليستمر الحفاظ عليها بنفس الأسلوب. جميل. دكتورة قبل ما نختم نبي نتعرف على خططكم القادمة في هذا المجال. على ما يعني نعلم، لأنه في علاقة وثيقة ما بين المركز الإقليمي العربي وهيئة الثقافة، وطبعا رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي هي معالي الشيخ أمي، أن هناك توجه إلى أيضا إحياء مدينة المنامة والحفاظ على معالمها التاريخية وعلى أسواقها وعلى الآثار المحددة فيها التي تميزها عن غيرها، ليتم هي أكبر طبعا حجما والجهد المطلوب أكبر أيضا، على أن تكون هي المرحلة القادمة لعملية إحياء أتوقع وأتمنى لها ومتأكدة أنه يكون لها نفس النجاح الذي حصلت عليه المحرق بإذن الله. أنا أشكر لك طبعا جزيل الشكر والعرفان دكتورة شادية طغان، شكرا لك، مديرة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا شادينا، يعني رسالة واضحة وصلناها لكم اليوم، البحرين قادرة على تحقيق العالمية في مختلف المجالات. هذه الاستمرارية القوية في مجال الثقافة لمملكة البحرين طبعا ليست صدفة، تأتي بجهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص وبرعاية حكومية لإبراز هذه الجوانب الهامة. سيدي حضرة صاحب الجلالة دائما يشيد بالجهود الطيبة اللي تبذلها هيئة البحرين للثقافة والأثار في سبيل الحفاظ طبعا على التراث الوطني الأصيل والمعالم الحضارية والثقافية اللي تتميز بها مملكة البحرين، بالإضافة أكيد إلى إثراء الحركة الثقافية والأدبية. راح نطلع فاصل وبنرجع نكمل وياكم. عودة لكم الجديد مشاهدينا. أمس تسيد اللون الأحمر مواقع التواصل الاجتماعي في موقف ملحمي جميل تقشعر للأبدان، ومن أجمل المقاطع اللي انتشرت في السوشيال ميديا في هذا السياق مقطع لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وهو ينظم القصيد بعد المباراة اللي تفوق فيها منتخبنا الوطني البطل على الإيراني بهدف مقابل لا شيء.
الخدام يا الأحمر وعادتك قدام يلي زرعت لشعبنا الابتسامة وحنا جماهيرك ونرفع لك أعلام ومال الزعامة غير شعب الزعامة. مشاهد كثيرة مشاهدينا أعطت رسالة للعالم عن تلاحم هذا الشعب وعن وطنيته اللي تسري في دمائه، عن حب هذا البلد الصغير بحجمه لكن الكبير بعطائه أو بعطاء أبنائه وبانتمائهم. وتين قلوب الجماهير البحرينية الوفية كان هو اللي عزف ملحمة الفرح والفوز والمحبة، بدأ ذلك قبل انطلاق المباراة حيث تجلى ذلك في الجماهير الوفية الغفيرة اللي عجب بها استاد البحرين الوطني وحتى السلام الملكي. عاشت مملكة البحرين حرة مستقلة تحت قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. يعطيك العافية. فرحوك اللاعبين بس فرحوني والله صح من البحرين أول مرة. صحت أنت؟ صح والله سجلت شكر يعني والله اليوم احنا سجلت شكر يعني انا ما اقدر شلون اوصف شعور الفرحه فرحه الفوز ومثل ما قال الشيخ ناصر الله يحفظه ان احنا بنوصل وما في شيء مستحيل والبحريني يقدر وبحريني ذهب ومعدنه ذهب حبيبي يعطيك العافيه حبيبي مشاهدينا يعني هذه عادة أبناء بلدي أهل بحرين يد واحدة وقلب واحد شعب لا من العزيمة ما يهز الجبال عشق تراب هذه البلد في داخل شريان كل بحريني أصيل غيور يتصدى للمواقف يخلق منها تاريخ خالد ودرس وطني ويتعلم منه طبعا كل العالم. البحريني هو الرقم الأصعب في كل مكان وفي كل مجال. الله يحفظ إن شاء الله مملكتنا الحبيبة وشعبها والله لا يغير علينا إن شاء الله. تصبحون على ألف خير ومع السلامة.